ذات يوم تفخر ترامب بحضوره الطاغي في نيويورك قائلاً إنه يمكن أن يطلق النار على شخص في وسط الجدة الخامسة ولن تتأثر شعبيته، ولكن ها هو يعود لها ليخضع للمحاكمة كأول رئيس أمريكي سابق يواجه تهماً جنائية، كاتباً فصلاً جديداً من أسرار العلاقة بينه وبين المدينة التي عشقها. هنا في نيويورك وتحديداً منهاتن أشهر مناطق المدينة، كان ترامب ملء السمع والبصر، فاسمه بمنشطات الصحف وصوره على جدران مبانيها الشاهقة، وهو عاشق متيم لا يمكنه الفراق ولا يفوت أي فرصة لمغازلة مدينته. ولد ترامب ونشأ في مدينة كوينز بنيويورك لأب مطور عقاري، كانت مشاريعه إلى حد كبير في كوينز وبروكلين، لكن ترامب الأصغر بدأ في منهاتن بعد أن حصل على موطئ قدم مع تمكنه من تحويل فندق من حطام إلى معلم سياحي فاخر، ثم استطاع بحرفية تسليط الضوء على نفسه عبر الظهور إلى جانب السياسيين والمشاهير والظهور الإعلامي. وبحلول الثمانينيات من القرن الماضي أصبح ترامب لاعبا أساسيا في نيويورك، وكانت تلك المدينة التي تفتخر بأنها مركز العالم، ورأى ترامب نفسه فيها ملكا، حيث بنى برجه الشهير بمنهاتن وأصبح عنصرا بارزا في المشهد الاجتماعي، ثم استمرت حياته هناك مع تواصل بناء ناطحات السحاب تارة وحالات إفلاس تارة أخرى، إضافة إلى الصعود السياسي حتى جاءت لحظة التحول الدرامية. But if I get elected president, ففي 16 من يونيو 2015 استقل ترامب المصعد الذهبي في برجه بمنهاتن وخرج ليعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية على غير رغبة الكثيرين في مسقط رأسه، ولكنه فعلها وفاز بالرئاسة، وتدفقت مواكب المهنئين من السياسيين والمشاهير إلى برج ترامب للقاء الرئيس المنتخب. ومع توالي سنوات حكمه الأربع يبدو أن قصة الحب القديمة بين ترامب ونيويورك أصبحت من طرف واحد تماماً، حتى شبه البعض نيويورك بمثابة عاصمة المقاومة ضد حكم ترامب، بدليل أنه في الانتخابات التالية كان عدد مؤيدي جو بايدن في منهاتن 7 أضعاف عدد مؤيدي ترامب. بقي شيء طريف ذكرته صحيفة نيويورك بوست، ففي أول عودة لترامب إلى منهاتن بعد مغادرته منصب الرئاسة كان شخص واحد فقط ينتظر خارج برجه ليلقي نظرة خاطفة، وها هو يعود تحت أعين عشرات الملايين للخضوع للمحاكمة والتي قد تكون فصل النهاية في العلاقة الرومانسية بين ترامب ونيويورك.